السلام عليكم. اليوم نعرفكم على تجربة جديدة في الجزائر في الميدان الزراعي، وهي تجربة تجفيف الطماطم في الجزائر، واللي عرفت انطلاقة جد مشجعة وجديرة بالتعريف، لأنها هذه التجفيف تاع الطماطم يفتح آفاق جديدة للتصدير، وكذلك يعتبر حل أمثل لمشكل التخزين تاع الطماطم هذه، ومشكل تسيير الفائض تاع الإنتاج تاع الطماطم في الجزائر. إذن بهذه الطريقة يتم تجفيفه وتوجيهه نحو التصدير نحو أوروبا، لهذه الطماطم المجففة من رواج الذي تعرفه الأسواق الأوروبية. إذن بدون ما نكثر في الهضرة، نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول تجفيف الطماطم في ولاية الشلف، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. ليس ببعيد عن حقول الطماطم الصناعية هنا ببلدية ولاد بن عبد القادر بولاية شلف، نصب السيد بن يمين محمد هذا الحقل لممارسة نشاط تجفيف الطماطم، طريقة تقليدية استعملها سكان هذه المنطقة قديما. أراد محمد أن يرجعنا بها إلى الماضي لتجسيد هذا المشروع وتطوير هذه الفكرة. كتجربة جديدة بادرنا باش نديرو تجفيف الطماطم الصناعية في ولاية شلف كأول مرة. في الحقيقة كانت هذه مدة سنوات نخمو باش الفائض تاع الإنتاج تاع الطماطم الصناعية اللي كان يترمى في الوديان، باش نشوفوا له فكرة وين نديروا له عملية تجفيف. نسوة يعملن على غسل الطماطم، تقطيعها وعرضها على أشعة الشمس، ليضاف لها القليل من الملح لتصبح جاهزة ومجففة في بضع أيام. تفوت في مرحلة الغسل ونحو نديروها في ترياج، يعني طاب دو ترياج، نحو الحبات اللي فاسدين، نفتحوا الحبة تاع الطماطم على اثنين، ومن بعد كاش حبة ولا فيها يعني تكون فيها شوائب نحوها بجه، ومن بعد العملية الثانية نقوموا بالتمليح تاعها، يعني نضيفوا الأملاح لهذا الطماطم باش، والشمس كذلك عندها دور. التصدير بربي إن شاء الله يكون خلال 25 يوم إن شاء الله توجد لنا الكمية. خاطر ماكش الكمية راهي صعيبة مش نوجدوها، الطماطم راهي مش نوجدو احنا 12 طن، لازمنا 120 طن، 120 طن اللي هي توجد لنا 12 طن، وربي وفقنا إن شاء الله، ورانا مع الفلاح بربي إن شاء الله وقايم بها وعنده العاملات لهنا، وبربي إن شاء الله ننجحوا في العملية هذه كأول عملية إن شاء الله. فكرة تجفيف الطماطم تجسد على أرض الواقع ببلدية ولاد بن عبد القادر لتكون جاهزة من أجل تصدير أول دفعة إلى الدول الأوروبية في الأيام القليلة القادمة. هنا بهذه الأرض الفلاحية وتحت أشعة الشمس يعاين ياسر منتوجه من الطماطم الصناعية المملحة، فكرة مبتكرة يقول أنها قد تخلص الفلاح من الخسارة الموسمية التي يتكبدها جراء فائض الإنتاج وضعف طاقة استيعاب مصانع التحويل، في الوقت الذي أوجدت لها زبائنا يصدرون للضفة الأخرى من البحر المتوسط. تجفيف الطماطم فكرة جديدة هنا في الجزائر ومشروع جديد في الجزائر. احنا كان لنا الشرف إن كنا أول شركة تاع إنتاج تجفيف طماطم وتصديرها للخارج، كان مشروع جديد اتفقنا عليه وبدينا فيه، والحمد لله ربي وفقنا، وين توفرت لنا الكميه اللي لازمه، وين لقينا الحمد لله فلاحين عاونونا تما شرينا عليهم السلعه عوض رميها الوديان وخليها هكذاك تستنى، احنا ديناها عليهم، وين كان معاونه بيننا وبين الفلاحين. البدايه تكون بقطف المنتوج لتغسل بعد ذلك وتقطع، ثم تعرض لاشعه الشمس وترش بالملح، وتكون النتيجه طماطم مجففه صحية جاهزة للطبخ ولا تعرف تاريخ الانتهاء الصلاحية. الطماطم المجففة هي على حسب الكيلو ديالها 10 كيلو غرام، تخرج لك 1 كيلو غرام مجفف، مع لا كونتيتي تتبدل تنشف تطيح حتى 90%، تفقد الوزن ديالها حتى 90%، تتصدر لأوروبا إن شاء الله.
اما عندنا في الجزائر احنا ثقافه جدودنا كانت طماطم مجففه، من بعد راحت ثقافه جدودنا بقينا احنا نسيناها كامل. احنا دوكا بصفتنا احنا شركه رانا هنايا ننتجوا في طماطم مجففه، ماذا بينا نزيدوا نعرفوا مليح للمستهلك انه الطماطم المجففه تكون صحيه اكثر واكثر. فكره ياسر في انتاج هذه الماده احتوت ازمه بعض ربات البيوت التي وجدنا فيها بابا للاسترزاق. ثانيا توفير اليد العامله، عندنا هنايا فايت 40 مرا وواحد 20 راجل الله يبارك يخدموا معنا يوميا، يجونا نخدموا كيف كيف في عائله واحده. هذا اول عام مع الاخ ياسر وبلال، هما نظن ماشي عامهم الاول، مي احنا عامنا الاول، مي الحمد لله والله خدمه هايله ونتمنى تتطور اكثر واكثر واكثر. ايه فاتحه باب رزق للعائلات معوزه، مشاكين ما عندهم لا سكنه لا خدمه، صابوا هذه بلاصه الحمد لله. يعني لتبقى هذه الفكره بحاجه الى احتواء من طرف المصالح الفلاحيه، فدعم هؤلاء الشباب قد يؤثر بشكل فعال في رفع منحى الصادرات الوطنية.